نظرت نظرة بأن أدفع مبلغ 1000 جنيه مساعدة في بناء المسجد للقرية إذا سافرت أي بلد عربي، وفعلا ربنا أكرمني وجئت إلى السعودية مدرس في مدارس المملكة، ولكنني في احتياج إلى مبلغ لأبني به مستقبلي، فهل أخفض المبلغ أو ربنا يغفر لي أو لازم أقضي النذر؟ دلوني جزاكم الله خيرا. إذا توفر لديك مبلغ خارج العلم الضروريات لك ولأولادك فإنه يجب عليك وفاده، إذا توفر لديك مبلغ من المال يزيد عن حاجتك وحاجتك من ثمينه فإنه يجب عليك أن توفي بنذرك، أما إذا لم تقدر إلا على ما يكفي لك ولأولادك فإنه لا يجب عليك شيء لأنك غير مستطيع، لأنك حينئذ غير مستطيع، فتنتظر إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى توفر هذا المبلغ ثم توفي بنذرك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنصيب ما ولا بما لا يملكه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم.